وللحديث عن أزمة الوقود في العراق وانعكاساتها على البلاد وسط الكشف عن استمرار عمليات تهريب النفط، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا وعبر سكايب من هناك. أرحب بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، هل يعقل في بلد نفطي مثل العراق أن يشهد أزمة وقود حادة وسيارات تصطف في طوابير طويلة تنتظر أمام محطات الوقود كما جرى الحال في الموصل وديالا؟ حقيقة ما يحصل في مسألة توزيع المشتقات النفطية خاصة، الإشكال يكمن في طبيعة التعامل الذي يشوبه شكل من أشكال الفساد، وهو أن هناك تتم عمليات تهريب لبعض المشتقات إلى خارج العراق لبيعها بأسعار وأثمان أغلى من سعرها الحقيقي بالعراق، رغم أن العراق يستورد ما لا يقل بين 3 إلى 4 مليار دولار من المشتقات والغاز وغيرها من خارج العراق، إلا أن المحطات والمصافي الأساسية الموجودة بالعراق لم يتم تطويرها بالشكل الذي يتناسب مع عملية الاستهلاك واحتياج الفرد العراقي، زيادة كما هو في تقريركم، زيادة في السكان، نعم، زيادة في الآليات، زيادة في عمليات الاستهلاك، زعمت الشوارع التي لا تعطي الإمكانية في عملية السير بشكل منظم في اختزال الزمن، هذه كلها عوامل أدت إلى جانب خطير جدا، وهو أن بعض الفاسدين الذين يسيطرون على عملية التوزيع للمشتقات يعملون بالارتباط مع بعض الجهات التي تعمل على تهريب هذه المشتقات، نعم، إلى أحد دول الجوار أو إلى أكثر من دولة لبيعها بأسعار عالية. إذن تهريب النفط دكتور هو من أهم الأسباب لهذه الأزمة باعتقادك؟ ليس تهريب النفط الخام بالمناسبة، نعم، المشتقات التي يتم إنتاجها بالعراق أو استيرادها حقيقة يتم عملية تهريبها كمشتقات، وهذا يشكل حقيقة أزمة في بعض المحافظات، يعني هناك بعض المحافظات يتجنب الفاسدون أن تخلق لها أزمة في أماكن معينة، بينما الأماكن الهشة التي تعتبر أمنيا هشة كالموصل ديالة والتي بها كثيرا من العمليات الإرهابية بين فترة وأخرى، كذلك أيضا الغربية من العراق، لذلك نلاحظ تكون تحصل بها أزمات، وهذه الأزمات مختلقة وليست حقيقية، هذا هو الجانب الذي يشكل أزمة في عملية توزيع المشتقات النفطية. نبقى في هذه النقطة لو سمحت، وأريد أن أستمع إلى تعليقك على كشف نائب رئيس مجلس النواب عن وجود عمليات تهريب منظمة للنفط بإشراف شركات نفطية ومافيات متنفذة، بدلا من اتخاذ إجراءات باتجاه منع تهريب هذه المشتقات يعني يكتفون فقط ب مؤتمر صحفي أو تصريح صحفي متعلق بهذه النقطة، وكأن الحكومة ليس بوسعها سوى أن تصرح. حقيقة ما جاء به السيد الزاملي في تصريحه عن عملية تهريب النفط، وبعلم حقيقة الحكومة برئاساتها الثلاث، ليس جديدا، وإنما عملية التهريب مستمرة منذ 2003 ولغاية الآن، وتتوسع وأصبحت مرتبطة بمافيات دولية، لذلك نلاحظ أن الحكومة لا تمتلك الإمكانية في اتخاذ أي إجراء، لأن عمليات التهريب مرتبطة بمن يحمل السلاح، ومرتبط أيضا بأحزاب موجودة في إدارة السلطة العراقية. ألا تمتلك إمكانية أن تقوم ب تكرير النفط الخاص بالبلاد وسط كل هذه الحاجة وهذه الشركات الأجنبية الموجودة والتي تقوم بتكرير النفط؟ بإمكان العراق حقيقة أن ينتج
مشتقات تكفي العراق ويعمل على بيعها خارج العراق أيضا من الفائض، ولكن هذا ليس بصالح بعض الجهات المرتبطة بأجندات خارجية، ولذلك لا تسمح بعمليات التطوير. والدليل على ذلك العراق يمتلك ويحرق من الغاز المصاحب للنفط ويستورد الغاز بمبالغ كبيرة جدا سنويا تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار. نعم، كيف أثرت هذه الأزمة في الوقود على ملفات الطاقة والكهرباء على سبيل المثال؟ والسؤال الآخر، لماذا تقوم الحكومة برفع أسعار الوقود على أصحاب المولدات الأهلية على الرغم من حاجة الناس إليها؟ هنا تكمن عملية عدم وجود حكومة تعمل على خدمة المواطن. بمجرد أن هناك فرصة لعملية الضغط على الفرد تستثمرها الدولة بأي شكل أو بآخر، وما نراه في بداية كل صيف حقيقة، أولا إيران تعمل على ابتزاز الحكومة العراقية في مسألة دفع المستحقات في تقليل توريد الغاز إلى محطات الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا ينعكس على زيادة عمليات القطع، مما يؤدي بالفرد العراقي أن يعمل على الاتكال على أصحاب المولدات. نعم. أصحاب المولدات حقيقة مرتبطين بعملية توزيع للوقود لتشغيل المولدات، وليس هناك قانون يعمل على تنظيم هذه العملية، وتخضع لعملية المحاباة وعمليات الأقارب والمعارف. نعم. والمرتبطين بأحزاب وغيرها للاستفادة من ذلك، وبنفس الوقت مردود زيادة أسعار الوقود للمولدات ينعكس على زيادة سعر الأمبير، مما يؤدي إلى خسائر في جيب. نعم. المواطن، مما يؤدي ذلك إلى زيادة في عمليات استنزاف دخله الشهري. لماذا لا تتوجه الحكومة دكتور إلى إعادة دراسة ووضع حلول للملف النفطي، ولا سيما أنها تعتمد في إعداد الموازنة بشكل كبير على هذا الملف؟ حقيقة تعود الشعب العراقي على أن أي قرارات تخص الشعب العراقي في مسألة إقرار الموازنة، إقرار قوانين في الخدمات وغيرها، لا تأتي إلا بالوقت الضائع دائما، وهذا ما نراه في 2022 ونحن في منتصف العام، ولم تكن هناك موازنة رغم الإيرادات العالية والفائض الكبير في الإيرادات. حسب تقرير وزير المالية أن هناك فائض حاليا يقدر بحدود حوالي 11 مليار دولار في شهر مايو. نعم. هذا تتصارع القوى السياسية حاليا في مسألة تشكيل الحكومة، ولكن تناسوا تشكيل الحكومة والآن يعملون على. نعم. إقرار قانون ما يسمى بالأمن الغذائي لاستنزاف هذه الزيادات، أو العمل على هدرها أو سرقتها أو غير ذلك بأسلوب مشرع. ولذلك نلاحظ المواطن لم يكسب شيئا من. نعم. هذه الزيادات أو إقرار عمليات. شكرا. الموازنة وغير ذلك. نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي من عمان الدكتور صباح علو.